المعاناة اللي بيعانوها أولياء الأمور من مصروفات المدارس أو من الزيادات اللي بتحصل في مصروفات المدارس. نتكلم بكل صراحة، بيبقى في مصروفات أو الزيادة بتبقى المفروض أنها زيادة محددة، يعني أنا المفروض أني لما بتدرج أو الشريحة بتاعت المصروفات بتزيد، أنا بتكلم على كل المستويات، يعني بتكلم على مستوى المدارس الخاصة سواء الناشونال أو الانترناشونال، يعني مدارس بقى اللي ليها طابع خاص، مدارس أمريكان، مدارس آي جي أو مدارس ناشونال عادية، المفروض أن الشرايح بتاعة مصروفات المدرسة لما بيبقى فيها زيادة بتبقى المفروض أنها زيادة متدرجة معروفة مسبقا. اللي بيحصل إيه بقى؟ وأولياء الأمور عارفين كده كويس، ويعني في من حضراتكم اللي ممكن يعني شاركني نفكر في الكلام ده. اللي بيحصل أن المدارس بتحصل مبالغ إضافية عن اللي مفروض أنها متحددة، وإنت بتدفعها بشكل رسمي بإيصالات أن دي مصروفات المدرسة تحت أي بند، بند بقى خاص بالأنشطة، بالكمبيوتر، بمش عارف إيه، المهم أن إنت بتحصل، وبرضو بيبقى عندك إيصال مكتوب فيه أي حاجة. لكن الحقيقة لما تجمع التوتل ده، هل الإيصالات دي هي فعلا بتاعت حاجة نشاط يستدعي الرقم اللي أنا بدفعه عليه؟ لا. ففي بقى أسلوب ونهج عند بعض المدارس أو كتير من المدارس، إزاي أحصل أكبر قدر من المبالغ من أولياء الأمور وفي نفس الوقت أبقى حققت زيادة المصروفات اللي ترضيني أنا كمدرسة. فين بقى الرقابة على ده؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. فمن المفروض أن وزارة التعليم خدت قرار بحظر تحصيل مصروفات أكتر من المقررة قانونا للمدارس الخاصة. الرقابة على ده هي الأهم. الحاجات بقى الزيادة واللي على جنب واللي في المداري والإيصالات اللي هي غير رسمية اللي أنا بلزم بيها أولياء الأمور، هي دي الأهم. إجبار بعض الأهالي أو هو ده نظامنا وهي دي مصروفاتنا، ولو حضرتك مش عاجبك انقل ابنك وحوله، بيحصل في بعض المدارس. فالموضوع محتاج رقابة شديدة جدا جدا من وزارة التعليم. أنا بتمنى أن احنا نشوف مع القانون ومع الحظر ده من تحصيل المبالغ الإضافية الإشراف على التنفيذ، عشان مين اللي يتحاسب. واعتقد ان لو كان في اشراف ولو في حد خالف ده وحصل فيه تجاوزات هنمشي الباقي، يعني ايه الباقي هيلتزم، الباقي هيلتزم لو حصل. واحنا شفنا كده شرايح مصروفات التعليم الخاصه بالمدارس اللي بتطبق مناهج دوليه تبلغ نسبه الزياده السنويه في المدارس اللي بتبدا مصروفاتها من 30,000 جنيه واقل من 50,000 جنيه 10%. دي مفروض الزياده السنويه. الناس اللي مدخلها ولادها مدارس مصروفاتها تبتدي من 30,000 وأقل من 50,000، ما تستغربوش، مش كل الناس، يعني أنا هدخل ابني بعشرة وبخمستاشر وعشرين، في ناس مدخلة ولادها مدارس بالأرقام دي، وفي ناس عشان بس ما حدش يقول اللي معاه فلوس يدفع 30 و50، هو بيشتكي من مش عارفة زيادة قالوا له عليها ولا إيصال إيه. أيوه حضرتك، ال 30,000 وال 40,000 الناس بتبقى عاملة جمعيات وبتشتغل شغلانة واتنين وتلاتة عشان تدفع القسط الأول والقسط التاني في المدرسة. الفلوس دي طالعة يعني بعرق وشقى وتعب يعني، والناس عصرة على نفسها ودايسة على نفسها عشان تدفعها. فيعني زي ما بقول لحضراتكم من 30 ل 50 الزياده 10%، نسبه زياده الزياده السنويه في المدارس اللي بتبتدي مصروفاتها من ال 50 واقل من 80,000 ل 8%، و7% للمدارس اللي بتبتدي مصروفاتها من 80,000 وتقل عن 120,000 جنيه، 6% للمدارس بقى الأكتر من كده اللي هي من 120,000 لغاية 200,000، و5% للمدارس اللي بتبتدي مصروفاتها من 200,000 جنيه في أكتر. دي مفروض الشرايح اللي حددتها وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية بحسب شرايح المصروفات المفروض انها تعمل فيها. انا بقول ده عشان اولياء الامور اللي مدخلين ولادهم اي حاجه من الشرايح اللي احنا قلناها، الطلب من حضراتك من حضراتكم اكتر من الارقام اللي احنا قلناها، العشرة والثمانية والسبعة والخمسة حسب انت بتدفع لابنك ايه، تقدر تتقدم بشكوى رسميه.